عندنا هنا عندنا جروب لي 61، عندنا جروب سيم سترد جروب هيد، وعندنا جروب والله ما ادري وش نسميه، ولكن خلينا نقول تسخينه منه فيه. وهذا خلينا نقول انه سترد جروب هيد. حلو، يعني الجود من جود الربع، يعني استر علينا. وبشرح كلهن، لان المكاين الموجوده جروب هيد اللي موجوده في المكاين كلها ما يطلع من الاربع انواع دي. جروب الاي 61 شلون طريقته، كيف يشتغل؟ هو يشتغل على شيء اسمه ترموسايفون. المويه تجي من البويلر، تدخل من هنا وتدخل على المنطقه هذه المكان الماشروم فالف، وتطلع من هنا وتدور داخل البويلر. حلو، يعني المويه تدخل ثم تطلع وترجع بسبب ضغط الحراره والضغط اللي داخل البويلر، فيصير في زي دوران للمويه داخل الجروب هيد. الدوران هذا هو اللي يخلي الجروب هيد هذا حار، وهو اللي يخلي الجروب هيد يعني يكون خلينا نقول انه حرارته زينه. طيب وين ايه، خلنا بكمل بس كيف انه يشتغل. هذا اللي عندنا هنا يسمونه الكام داخل، هذا كيف يشتغل. هنا يتعب المويه، هنا يتعب المويه، اوكي. هنا موجود شيء اسمه الكام زي القفل. اذا انت حركته كذا بهالطريقة هذه بالزاوية دي، انت فتحت المجرى اللي هنا وقفلت المجرى ذا، فانت حولت المويه منها لا تصير محبوسه هنا، تبدا تطلع وتنزل على الشاور سكرين. حلو، اذا قفلتها مره ثانيه، المويه راح تنحشر من هنا، بتطلع وتنزل على التصريف او دريب تري او وش ما كان. فهذه طريقه شغلته بكل بساطه. عندنا هنا في سبرينج اللي هو يقفله، إذا رفعته يقفل المجرى اللي هنا، وإذا رجعته فتح السبرينج من جديد. وش مشكلة الاي 61؟ الاي 61 من أشهر جروب هيد اللي موجود، صنع عام 1961 من فيما، وأخذ 10 سنوات إلى أن تحررت براءة اختراعه، وبدوا عاد يستخدمونه في المكاين الثانية أو الشركات الثانية، وكثير من المكاين تستخدم. ليش يستخدمونه؟ بسبب شيء واحد، ان الجروب هيد هذا حلو ما فيه اي تعقيد. يعني انت بالجروب هيد جمعت 3 شغلات مهمة، عندك التصريف، وعندك التسخين اللي داخل، وعندك الجروب هيد نفسه ما يحتاج كفر ولا موديفيكيشن ولا اي شيء تصميم، يعني تقدر يتركب على طول، ما تحتاج فيه اي تفاصيل ثانية. فهذا يريح اللي يصنعون المكاين ومصنعين، فانت خلاص القطعة هذه تركب كاملة في الماكينة وانتهى وخلصت، ما تحتاج اي زود. ولكن اللي يعيبه وش، بما انه ما فيه تسخين، ما فيه سخان داخلي، فهو يتأثر بحرارة الغرفة، يتأثر اذا في هواء، يتأثر بأي شيء ممكن يحيط في الجروب هيد هذا. هو طبعا مصنع في النحاس، إلا يمكن ACM البروفيتك الظاهر صنع من ستيل، ولكن حتى موضوع النحاس يصنع بسبب أن النحاس أفضل في توزيع الحرارة على كامل الجروب هيد، لأنه ما في تسخين داخلي، ما في حساس حرارة، ما في أي شيء. فالعادة دائما الأوفست، حتى يقولك الأوفست يكون فرق كبير. يعني مثلا حرارة البويلر الفعلية تلقاها، هذه طبعا في البي اي دي ما ودي ادخل فيها كثير، ولكن بعض الشركات تضطر ان تخلي حرارة البويلر الحساس على 100 علشان هنا تكون حرارة 92 ولا 93 بعض. ولكن العادة انت ما تحتاج تسوي الشيء ذا، هي تجي مكينة جاهزة من مصنعها او شركتها. فهذا هو اكبر عيب فيه. بس للعلم شركة سانريمو عدلت الجروب هيد كامل. سانريمو تستخدم الاي 61 في مكاين الاف، اتوقع اسمه 18،
وفي ماكينة ثانية اسمها زويا أو زوي ثانية، ما هي الهيت اكسجنجر، دول بويلر. ولكن وش سووا؟ ركبوا هنا بالضبط مثل الكارت هذا التسخين، احفروه وركبوه داخل وركبوا فيه حساس حرارة في الجروب هيد نفسه، وصار فيه تسخين وأكثر ثبات الحرارة. طيب يجينا اللي بعد اللي هو السيم ساتورد جروب هيد. هذا وين نشوفه؟ هذا بنشوفه في مكان دال كورتي، نبي نشوفه في اليميني، نبي نشوفه في بروفيتك 300، نبي نشوفه في الليليت إليزابيث، بعد سانريمو ريسر نفس الشيء، الفيما آخر مكينة نسيت الله اسمها، توقع 98 اي هي نسيت اسمها. يستخدمون تقريبا نفس التقنية بالضبط، هذا البويلر وتحت الجروفيد على طول، الموية تنزل موجودة داخل هنا فوق فيها تسخينها، هي تنقلمنت حساس الحرارة كل شيء، وتنزل على الشاور سكرين أو جروب هيد. هذه ميزتها تقريبا سرعة التغيير في الحرارة، انك تقدر ترفع ميزته سرعة التغيير في الحرارة، وفيه ثبات عالي في الحرارة. ولكن مشكلته الوحيدة اللي دائما يجيك حجم صغير، 300 ملي 200 ملي 150 بل كثير ممكن وصل 400 ملي. فسارين موريسر وش سووا؟ سووا الجروب هيد وحطوا جنبه بويلر ثاني، فصار الجروب هيد عليه بويلرين، البويلر هذا وبويلر ثاني شغله. الفيما مستخدمين الهيت اكسشينج، والدالكورتين مستخدمين بعد نفس الشيء طريقة الهيت اكسشينج، المويه حارة تدخل منها تطلع من الستيم وتروح الى الجروب هيد. ويجينا عاد الحين خلينا نقول التسخين الذات او الجروب هيد او البلوك، هذا كيف طريقته؟ هذا جروب هيد كامل ما فيه مويه، ما فيه بويلر، ما في شيء. وش فيه؟ يكون فيه زي التسخين اللي هو مثل هذا، ويكون فيه حساس الحرارة موجود فيه، فالكمبيوتر يضبط الحساس حرارة على اللي مطلوب منه، انه يحتاج كمبيوتر يوازن بين حرارته وحرارة البويلر، فهو يسخنه ويكون جاهز وحار، ويكون قبله في بويلر. في البويلر يجي مثلا بحرارة 92 ويدخل الى هنا بنفس الحرارة، هذا جروب هيد يحافظ عليه. هذا وين نشوفه؟ نشوفه في مكاين ايش اسمها، مكاين فيكتوريا اردوينو كلهن الا الهيت اكسشينج، نشوفه في البازيرا فيكتوريا، نشوفه في السنسل الجديد مستخدمين نفس الشيء، السنسل الجديد مستخدمين تقريبا نفس الطريقه، نفس المفهوم. نشوفه في الديسنت مستخدمين نفس الشيء بعد، ولكن طبعا تختلف اشكال وتختلف طرق التصنيع، ولكن العمل واحد، الشكل واحد، مو شكل، النظام واحد فيهم كلهن. هذا الصراحة يعني تقريبا كنا نشوف مكان جديدة كثير راح يستخدمون نفس الطريقة هذه، والسبب ان التسخين تطور بشكل كبير، صار يعطيك الى مستويات عالية، يعني الى 300 واط 400 واط وسرعة التسخين فيه. وشيء الاهم اللي فيه انه ما يخزن حرارة، فيقل استخدام الحرارة، ما يخزن الموية فيقل استخدام الموية ويزيد الافنشنسي او استهلاك الطاقة فيه. طيب هنا خلينا نقول ان هذا، والله هذا يعني ها تقريبا كأنه ساتر دورد. حلو، كيف طريقته؟ الجروب متصل مع البويلر قطعة واحدة، الموية تطلع من البويلر حلو الى داخل الجروب هيد وتجيك، وهي داخل الجروب هيد نفس الجروب هيد داخل في موية، يعني هذه الكامل مغمورة الموية متصلة مع الموية اللي موجودة في البويلر. والأجل كيف تطلع الموية من داخل البويلر إلى جروب هيد؟ عن طريق ماسورة داخلية موجودة من الشاور سكرين، تكون ماسورة إلى داخل البويلر. هذا ميزته جروب هيد، هو اللي موجود في مكان لامرزوكو سينسو ساري سينسو سلاير دريم 1 او بيج دريم، اسمه لا بيج دريم هذا، والله هذا
اكبر عيب فيه، خلينا نقول اكبر عيوبه انه ياخذ مويه كثير. يعني العاده الار 91 صح تستخدم نفس الشيء، الدايم بويلر تلقاه 1.8 او 1.7، فحجم البويلر يكون كبير. ولكن وين ميزته؟ ميزته انه في الضغط يعطيك حراره عاليه. يعني هو عيبه انه في البدايه المويه اللي بتجيك تكون اقل من حراره المطلوبه، مثلا 92 بتجيك ممكن 90، فتحتاج تمشي مويه في البدايه ثم تستخدمه. لكن وراه يمكن يوصل 30 كوب 40 كوب تبقى بنفس الحراره وثباتها، هذا اللي ميزه. ولكن نفس الشيء ومشكلته استهلاك المويه، استهلاك الكهرب، فعشان كذا ما صار فيه يمكن توجه عكس جروبات الثانيه اللي صار فيها توجه اكبر. وطبعا والمشكله اكبر بالنسبه للمصنعين، يحتاج تصنيع، خلينا نقول يحتاج لحام، ويحتاج لحام صح وتصنيع صح، ولان كله يكون مبني في الحام. شيء منه يكون كاستنج اللي هو صب، وشيء منه بيكون الحام. فيبقى له واحد فنان مثل لمرزوق شلون تصنع بويلراتها. صح كيس فان دير ويستن نسيتهم يستخدمون نفس الشيء، وتقريبا هذه الشركات اللي تستخدمه. اغلب جروب هيد اللي موجود في خلينا نقول في العالم يصنع من اثنين، يكون كاستنج صب او يكون بطريقه السي ان سي، واغلبه كاستنج. يعني السي ان سي الجروب هيد المقصود سي ان سي هذا المعدود على اصابع، ما فاهم يستخدمونه، مشكلته تكلفته عاليه جدا في التصنيع. خلينا نقول انه يستهلك معدن بشكل كبير، لانه تكون مثل قطعه بلوك كامل معدن مثلا ستيل، وتقص وتحفر كلها لين يطلع في النهايه. يعني من البلوك كامل يروح 30% يروح منه كله هدر، ولين يطلع القطعه المراد تصنيعها. اغلب موجود الجروب هيد في العالم ما يطلع من الاربع ذولي، ما يطلع حتى المفام كان من الجروب الثالث اللي هو التسخين فيه. كل له ميزته وكل له عيوبه. وش الفائدة لك انت؟ الفائدة انك هي مجرد معلومات تستفيدها وتتعلمها، او تعرف وش المكينة اللي عندك لو جيت تختار. يعني مثلا الريسر يستخدمون طريقة الجروب هيد هذا، لمرزوكو يستخدمون ذا. انا اخذ خاصة ان الحين قيام كايل يعني تقريبا نقول انها صارت جنب بعضها، تستخدمون طريقة هذا، لمرزوكو يستخدمون الطريقة دي، سنسو يستخدمون الطريقة دي، ما فاهم يستخدمون الطريقة دي، ايهما الاحسن لي هنا ولا هنا ولا هنا. كلهم فيهم ثبات الحرارة، ولكن هو مجرد معلومات عشان لا جيت تشتري وتدفع لك 70,000 او 80,000 هذه تعرف انت وش تاخذ، وهي مجرد معلومات تكسبها. ان شاء الله اني ما طولت، وان شاء الله انا اقدر استعرض اشياء ثانية اكثر واحسن من الحين. والله الناس جمعوا مطاحن وانا اجمع لكم جروب هيد.